طول عمرك كرييتيف وبتعرف تقنع اللي قدامك، بس اتش ار مفيش حتة مش هتعوزك، وهتشتغل في اي حتة يا معلم. بتهيألي مفيش اكتر من البنوك في مصر، هتشتغل يعني هتشتغل فاينانس وتشتغل في البورصة بقى. مش طول عمرك عايز تفتح مشروعك؟ طيب ايه، سيبك انت، اهم حاجة انك تنزل سمر تريننج وكمل اكاديميك وريح دماغك، العلم لا يقدر بثمن يا ابني. اهم حاجة انك تبقى اكتف وليك نشاطات يا عم. علي الجريد الاول وبعدين نبقى نتكلم في النشاطات. ايه رايح الجامعة؟ اه ده كتاب انتربرينور شيب. لا ما انا اخترت صح، عرفت افكر. بتاع الانترو بتاعنا محي دلوقتي عمال يحاول يحفظ الحاجة ويمشي بعيد عننا عشان ما يضحكش. محمد ابراهيم عمال يصورنا ومش عايز يطلع علشان الناس كلها تضحك علينا وما تضحكش عليه. بس انا الكاميرا مان لو سمحت. الكاميرا مان بتاعنا محمد ابراهيم. ثانية واحدة بس، انا حواليه محمد ابراهيم ورانا قاعدة يا عيني يعني غريبة وهدير يعني الواحد مش عارف يعمل ايه. بطل جه ومحي جه اهو، اهلا وسهلا. سقف عشان محي جه اهو. رئيس ايوه الكتب اللي بتاع الشارع ده. كات